السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سرطان على مستوى الانف والحنجره ودار الشيميو ياك. نعم. بغيت غير نعرف طريقه باش يخلص الجسم ديالو من السموم، لانه باقي البوا ديالو باقي ضعيف بزاف، يعني تقريبا شي 30 كيلو اللي ضاعت ليه، وعنده على مستوى الفم ناشف ليه بزاف يعني. نعم. غير طريقه، وهو راه دايره لي طاب ديال اللي قال الدكتور الفايد، يعني نباتي 100% ومعتمد. نعم. على الفواكه الجافه رغم انه تلقى صعوبه في البلع وهذا. نعم. وبيشرب الماء بزاف لانه طيضطر مسكين يشرب بزاف. نعم. كل هذا عمل شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي؟ دار بجوج بهم. دار بجوج بهم. نعم. لان حيت ملي مشى له هذاك اللعاب ديالو ملي فمه ناشف ليه، لان هذيك الغدد اللي كتفرز هذاك اللعاب يعني غادي تكون يعني تقاست بالراديوثيرابي. عادي عادي جدا، كاع الناس اللي عندهم هذا كلهم عندهم نفس. ولكن مع الوقت يمكن ان شاء الله ممكن. نعم. والتغذيه اللي يعتمد عليها الله يجزيكم خير ان شاء الله. شكرا لك رشيده من السويره. جميع مرضى السرطان يعني لما يخرجوا من العلاج، جميع مرضى السرطان ويعني الامراض المناعيه وحتى يعني هذو الامراض اللي كيخرجوا من العلاج، يعني ملي يكون عمل الكيميوثيرابيا او الراديوثيرابيا، يعني هذا مساله ديالو هو، هذه كتخصو يعني ما يمكنش ندخلو فيها حنايا. نعم. لكن حنا بالنسبه لنا حنا ملي يخرج من العلاج ولا حتى قبل العلاج بعدا ملي عرف بانه عنده مرض ولا حتى اثناء العلاج اثناء الكيميوثيرابيا. نعم. هادو ملي خرجوا من العلاج خصهم على الاقل يغيروا نمط العيش ديالو. طبعا. اذا كان يدخن يتوقف. اذا كان ياكل برا يتوقف على الاكل برا. إذا كان عنده الفاست فود يتوقف على الفاست فود، إذا كان كيكثر من المشروبات الغازية يتوقف على المشروبات الغازية، علاش؟ لأن نمط العيش اللي يسبب ليه هذا المرض خصو يغيره تماما. يعني بهال جميع مرضى السرطان ما غير ماشي غير هذا الشخص هذا، خصهم يكون عندهم زيت الزيتون في الأكل ديالهم، يكون عندهم زيت الزيتون. نعم. زيت الزيتون عامل أساسي لأنه كيحبس التأثير ديال الكيميوثيرابيا، كيحس هو يعني لأن الكيميوثيرابيا كتعطي واحد السمومية، عندها سموم عليين طبعا خاصها تكون عندها سمومية، لأن هي ما استعملت إلا على السمومية ديالها طبعا، لأن علاج كيماوي زيت الزيتون حتى من اسمه راه كيبان. نعم. زيت الزيتون كيدخل في الكيميو الكيمو بروتكشن. نعم. يعني هو كي يعني كي يقي الجسم من هذه التأثيرات الكيماوية. نعم. التغذية ديالهم يكون فيها زيت الزيتون عامل أساسي، بحال هذه المنطقة ديال السوارع عندهم زيت أرغان. نعم. زيت أرغان توا تستهلك كاين بعض الناس كيشربوا زيت الزيتون هذا. نعم نعم يشرب زيت الزيتون، علاش لا؟ نعم يشرب زيت الزيتون عليا. زيت الزيتون والله سبحانه وتعالى ما صنفوش مع الأشربة. نعم. باش نكونوا واضحين. نعم. القرآن كيصنف زيت الزيتون كأكل. كأكل. وكيصنف الأشربة اللي هي الماء والحليب والسكر والعسل، هذو صنفهم في سورة النحل أشربة. كاين الآية التي تذكر الدهن. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، هذا الماء شرب. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم يعني شرب، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. والثالث هو من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتنا من شجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف، شراب شراب مختلف ألوانه. إذا العسل يشرب فيه شفاء للناس. نعم. هذا العسل. نعم. في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. نعم. ولكن الزيت صنفه مع الأكل. نعم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الدهن. نعم دهن. هنا. نعم. للآكلين. نعم. وهنا دهن تتعني خص يكونوا فيه المكونات ديال الزيتون. نعم. خص يكونوا فيه البوليفينولات اللي كنسميو لانسابونيرول، خص يكونوا فيه البوليفينولات والتوكوفيرولات، يعني ذاك التخا ديال الزيتون خص يكون مع الزيت. وما يسمى بالمرغان. لا الا تصفى. نعم. لا تصفى ولا يعني شفاف. نعم. كيتسمى زيت، هو اللي عبر لله سبحانه وتعالى في سوره النور. نعم. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني هنا زيت، علاش؟ لان زيت. نعم. ما خصش يكون فيه هذاك التخا ديال الزيتون. نعم. باش ما يعطيش الدخان. اكيد. لان للضوء للاناره. نعم. هذه فهذا هذا الزيت سبحان الله. زيت الزيتون والشعير، هنا شعير فيه مضادات للاكسده. نعم. يعني احسن من القمح بالنسبه للناس اللي عندهم سرطانات وامراض يعني مناعيه. شعير. نعم. وعندهم الخضر الطازجه، يكثروا من الخضر الطازجه. نعم. والفواكه لما لا. نعم. ياخذوا قطاني. نعم. هاد السيده قالت لك نباتي، علاش يكون نباتي؟ احنا المغرب الحمد لله عندنا كل شيء، ما يكونش نباتي ربما يتقصد بان راه نباتي جيد ليه بالنسبه ليه، وعلاش؟ لان ملي غادي يكون النظام النباتي غادي يعطيه
الالياف وغادي يعطيه المضادات الاكسده وياخذ السمك هذا جيد ويزيد سمك نعم جيد يعني هذا يكون نظام نباتي زائد سمك غادي يكون هائل نعم. يعني هذه وهو هذه المنطقه هذه اذا صغيره ما تكونش ملوته بزاف ولو ان عندنا صناعه كيماويه تما نعم. يعني في المنطقه لازم هذا الشخص يتحرك لازم يتحرك نعم اذا كان في الباديه ولا حاجه لازم يخدم نعم كان من سويرة اخذ النقطه هذاك عصير الثوم هذه ممارسات هي اللي حذرت منها نعم لان غادي يبداو يسمعوا اشياء انا درت القزبر انا درت النعناع انا درت الخيار انا درت هذه هذه اشياء احنا ما كنضيقوش على الناس حياتهم ملي كتعطي وصفه كتضيق على الشخص حياته نعم ربما اشياء عنده هو في داره احسن من الثومه غادي تقول له انت الثومه غيمشي يبقى يقلب على الثومه ربما ما يلقاهاش نعم. كاين اشياء بسيطه عنده في داره ماشي نعم. قضيه ديال شرب النعناع هذه غير ليست ثابته نعم. هذه غير ثابته شرب نعم. البصل ليس ثابت شرب نعم. الثوم ليس ثابت باش الناس ما يبقاوش فيهم تورط توضح لهم فقط طرح السموم تكون اولا بالامتناع عن تناول المواد السامه انت باغي تطرح السموم ومازال كتاكل سموم ما عمر هذاك الجسم غيتخلص من السموم يقول نعم خصو يتوقف عن تناول المواد التي تحمل هذه الاشياء من نعم. المضافات الغذائيه من المبيدات من الاشياء هذه هي الاولى ثانيا انتهاج طبخ نظيف في الطين في لينوكس ولا في النحاس نعم جيد هذه النقطه الثانيه نعم. ثالثا خص العامل ديال الجوع كاين الامريكيين كي عندهم جوج المستويات ديال الجوع الامريكيين تيتكلموا على الفاستين اللي هو الصيام الشرعي نعم. هنا الصيام فاستين تتعني صيام نعم وكاين ستارفيشن تجويع تجويع نعم هذا التجويع نعم كاين هذا الطرق على حسب الطرق يعني الاول نقطه المهمه في طرح السموم هي التوقف هي الامتناع عن تناول المواد اللي غيرنا ما طلعش ديالو لمده نعم. واحد اسبوع ولا اكثر ثم انتهاج مواد طازجه علاش طازجه نعم. يعني ملي كنبغيو نطرحوا السموم الكلينز كنعملوه بالمواد الطازجه كاين مواد ما كنطيب نطبخوهاش نعم. كاين مواد لا تطبخ شنو هي الفواكه فواكه او بعض السلطات وكاين بعض الخضار اللي كناكلوها طازجه من بحال يعني هذه البنجر هذه اللي كنسموها البربر بحال الخرشوف بحال البسباس بحال الفقوس بحال الخيار بحال الجزر بحال الاشياء هذه اللي يمكننا ناكلوها طازجه وحتى لبل الان الاوروبيين وصلوا حتى القرعيات حتى القرعه ولو كيطحنوها خضراء نعم يعني طازجه كيعملوها عصير هذه جيد علاش لما لا وكاين معاهم بعض الاوراق يعني القصبر خضر هذا القصبور الكزبره يعني هذه فريش تكون خضراء نعم. هذه تكون طازجه تطحن مع الماء مع المعد ممكن كاين اللي كيخلطها مع الفواكه كتعطي عصير جيد نعم جيد مع المقدونيس وكاين هذه الاوراق اللي خارجه دابا يعني هذه الحلقه غادا تسمعوها الناس في الوقت جيد نعم. كاين الاوراق اللي كتخرج مثل السلق مثل الخبيزه مثل الاشياء الخبيزه ما كياكلوهاش مغاربه خضراء ولكن نعم. السلق هذا السلق والحميضه ممكن الناس ياكلوا يؤكل طازج ولا تطحن جيد هادو لان هادو فيهم مكونات يعني هائله هادو ممكن يطرحوا الجسم كاين عندنا الفواكه اللي كتطرح السموم من الجسم ولات عندنا في المغرب البابايا نعم جيد ولا عندنا انتاج البابايا فعلا عندنا البابايا وعندنا السفرجل نعم السفرجل يطرح السموم من الجسم عندنا التفاح كذلك نعم. التفاح يطرح وعندنا البومبلموس هذا الجريفروس نعم هذا البرتقال الهندي هذه البومبلوموس هذو اشياء يعني كيطرحوا ثم تساعد على طرح السموم من نعم الجسم. اكيد ثم يعني شرب الماء نعم. يعني الشخص خصو يشرب الماء نعم اما انتهج مع الصباح ملي فيه خصو يشرب واحد لتر ما كيفطرش 40 دقيقة نعم ما يفطرش 40 دقيقة والفطور ديالو يكون أشياء بسيطة نعم عشاء شاعر يكون مشربة الخضار أو شاي مع الخبز ثم يبقى في اليوم ديالو طول اليوم ديالو كله يبقى يشرب كوب كبير من الماء على رأس كل ساعة نعم المهم في الحصيلة اليومية خص يكون عنده فوق 3 لتر ونص من الماء وباش يشرب الماء كثير خصو يدفيه شوية ما يكونش بارد يدفيه نعم. شوية باش يشرب الماء ويكون ماء نظيف يعني يغلي ماء معدني يغلي الماء في داره ويسناه تيبراد ولا ياخذ ماء معدني ولا يصفي الماء كاين دابا الناس ولا عندهم هذوك المصفات ديال الماء نعم جيد لما لا اللي ما قدرش على الماء الماء البارد ما تقدرش تشربه ولكن الماء دافي تقدر تشرب منه كثير نعم. يزيد معاه قطرات ديال الحامض سيترو نعم. يزيد معاه قطرات ديال الحامض ممكن او ممكن يحليه بالعسل لما لا الا كان عنده العسل في اليوم ديالو ملي كيعمل ديتوكس ملي كيعمل كلينس نعم. خصو ياكل اشياء طازجه ما امكن وياكل ماشي ما ياكلش ياكل الفواكه نعم هادو الخضر الطازجه ونعم في العشيه ياخذ بوطاج هذا ياكل شربه الخضر نعم. ياخذ عصير ياخذ عصير الفواكه ويستهلك فواكه لما لا لما لا نعم. هذه بكثره يعني الناس اللي عندهم امساك مثلا الناس اللي عندهم امساك الا شربوا الماء بكثره نعم. لتر ونص الصباح وما يفطرش على 40 دقيقه
وفي اليوم ديالو كله يبقى يشرب الماء وياخذ فواكه 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 كثر فواكه فواكه ما تضرش ياكل غير ما يكونش فيه سكري. نعم ما يكونش الشخص مصاب بالسكري. السكري نعم. هذا ياخذ هذا عصير هذا عصير الفواكه مع الخضر طازجه وغادي يشوف بان عليا ملي غادي يشوف راسه واحد الايام غيولي طبيعي. ملي غادي يمشي الامساك غادي يعرف بان الجسم ديالو جيد.